عن دكتور محمد الأليوبي، أستاذ إدارة الأعمال في الكلية الكندية الدولية في القاهرة الجديدة. والله مبادرة تمكين الاقتصادي للمرأة دي مبادرة جت عشان تجدد المفهوم التمكين المرأة اللي كان سايد بشكل أنا شايفه كان مهين أو بيقلل من قيمة المرأة المصرية، لأن كان دايما باصين للتمكين إن احنا ندي المرأة كوتا في المجالس أو كوتا في الوظائف أو نديهم أولويات في حاجات معينة. التمكين هنا جه عشان يوفر للمرأة الدعم الفني والتدريب عشان تقدر تنافس بطريقة شريفة، تحسن من وضع المرأة داخل المجتمع في المهن أو في المشروعات الصغيرة. هو المشروع بصفة أساسية بيقوم بتعمل الدعم الفني والتدريب للمرأة المصرية في أو المرأة الباحثة عن عمل في سن من 18 إلى 45 سنة، عشان يوفر لها فرصة عمل جيدة ويوفر لها تنافس مع الآخرين في الوصول لفرص عمل أو في بناء مشروعاتهم الخاصة بهم. والله أنا ابتديت مع المشروع في فترة متأخرة، يعني ابتديت مع المشروع من أوله في التدريب في المشروع ده، بس هو طبعا في أي حاجة في أولها لازم تواجه مجموعة من العقبات والعوائق اللي بتأخر تنفيذ الخطط. دلوقتي المشروع ماشي بشكل جيد جدا، عدد المتدربات اللي حصل على التدريب كبير، تمكنوا من الحصول على كتير من الوظائف، ودلوقتي في تدريب كبير للكوادر الإدارية والفنية المسؤولة عن هذا المشروع، ونقدر نقول هم دلوقتي يقدروا يقوموا بالعمل بشكل جيد. يعني مهندس ماهر السعيد أمين عبد الرحمن، مدير شركة المساعدة للملابس الجاهزة، العاشر من رمضان، حضوروا النهاردة في المقتاق الأول عشان مؤتمر المرأة بتاع الصالحية، عشان أنا شغال في المشروع ده أصلا داخل المصنع، وعملت دورة وشغال في الدورة التالية حاليا دلوقتي. لا هو المشروع كويس جدا وبيحاول يقضي على فرص البطاله، على البطاله اللي موجوده في البلد، وفي تعاون بيننا وبين الحكومه فيه بتمثلها في وزاره القوى العامله، والحمد لله ان احنا شغالين فيه بفاعليه وجايب نتيجه معانا كويس. لا هو المشاكل احنا بنتغلب عليها لان احنا مصنع اصلا، وبنحاول نقضي على المشاكل، بس انا عايز لو في دعم شويه من وزاره القوى العامله ناحيتنا ما فيش مشكله، يزودوا لنا ببعض المعدات، ببعض المكن، ببعض الخامات الزياده، الحاجات دي كلها ما فيش مانع، ما فيش مشكله.